السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، هذه المرة اخترنا لكم موضوع مع البيطري، موضوع مهم جدا، لأنه كاين ناس راهي تذبح في المنازل تاعها سواء عجل أو خروف، وفي الأخير يروحوا يشوفوا الكبدة ولا الدوارة يشوفوها اسكو فاسدة ولا لا لا، كاين اللي ما يعرفوش على كل حال. لهذا اخترنا لكم هذا الفيديو مع هذا البيطري باش يشرح لنا واش الحاجة اللي فاسدة واش الحاجة اللي تقدروا تاكلوها. تابعونا. هيا الطبيب شرح لنا. دونك لا رانا اليوم في الشرح نتاع الانسبكسيون، يعني تفتيش الاعضاء نتاع الذبيحه. دونك يعني هنا اليوم عندنا الكبد نتاع العجل مع الرئه مع القلب، هذو نبداو بهم الاول، نفتشوهم، نفتحوا الكبد نشوفوا اسكو عنده حوايج لداخل ولا ما كانش، خاصه احنا في بالنسبه ليوم العيد نهضروا سورتو على الكيس المائي اللي هو راهو يعني منتشر بزاف وممكن يعني ينتقل من الحيوان للانسان. الكيس المائي دونك نلقاوه في الكبد، نلقاوه في الرئه. دونك احنا اليوم كما اليوم رانا مع الكبد والرئه نتاع العجل، دونك الكبش ما عندناش اليوم، ما ذبحوش الكبش. دونك نديروا الكبد نشوفوا الحاله دونك الصحيه تاعو، نشوفوها كيف راهي. دونك لا كولور تاعها اللون راهو مارون، دونك مارون هذا هو لا كولور نورمال تاع الكبد. تسمى اول حاجه تبدا اللون، اللون نعم اللون، واللون اللي يكون فوالا باش تعرفها بلي فاس. نعم. كيفاش يكون اللون هذا اللون اللي راهو نورمال. هذا راه صحيح، دونك ما فيهش اللون الاخر اللي يعود نلقاوه ما نلقاوش هكذا مارون، نلقاو مثلا ان بو بلو بيج، يعني يجبد شويه، يجي شويه كيما نقولوا يجبد لا كولور تاع الصفوره شويه. دونك تلقاه يابس، دونك لا كونسيستونس، تشوف لا كونسيستونس نتاعو كيف راهي طريه، دونك مانيبيلاب. دونك في لو كا تاع دوطر مالادي نلقاو اوتر شوز، يعني نلقاوه يابس اكثر من هكذا، نلقاوه دونك الكيس نلقاوه خارج لهنا للاخر. دونك نشوفوا هادو لي كانو، هادو اللي يمشي فيهم الدم، هادو دونك هادو عندنا طفيلي ثاني يكون في 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 في, في, في الفوا ونسميوه دونك لا فاسيولوز. هاد لا دوف نلقاوها لهنايا، دونك هذه تفسد الثاني لو فوا، لا كاليتي تاع لو فوا، لا كونتيتي، ميم لا كونتيتي تاع لو فوا، يعني نقدروا كيما نقول نقدروا نسيزيوه على جال كي تعود فيه لادو بزاف. دونك يعود ماشي بزاف، نديروا نقيوه فقط باسكو احنا نشوفوا من ناحيه الناحيه الصحيه، ونشوفوا ثاني من ناحيه الاقتصاديه، دو تال سورت البوشي ما يخسرش بزاف في 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 في, في, في الكبد نتاعو، باسكو الكبد غالي. دونك بالنسبه للي بومون، يعني الرئتين، نفس الشيء. دونك نشوفوا لا كونسيستونس، لا كولور، هاي لا كولور روز، دونك هذه سي اون كولور نورمال نتاع البومون. دونك هذه سي احنا نمشيو من المبدا نتاع كلشي اللي خارج على نورمال اي انورمال. دونك هذا اللي نورمال ها سي لا كولور روز. دونك ودي فوا دونك نجبروا فيهم دي كيست لداخل، لازم نحكموهم. شوف ها كيف نديروا لو بومون، يعني نضبطوا عليه مليح، نشوفوا باسكو يعود فيه الكيس لداخل نحسوا به. هذه بالنسبه لو بومون. ولو بومون واش نجبروا فيه؟ نجبروا فيه لي كيست، يعني من الامراض اللي ينتقلوا من الحيوان للانسان، نلقاو فيه لي كيست، الكيس المائي، نلقاو فيه السل، لا تيبركيلوز، ثاني تنتقل من الحيوان للانسان. لا تيبركيلوز عند الخروف راهي يعني كما نقولوا قليله بزاف بزاف بزاف، يعني رارمو ينلقاوها. بصح بما ان احنا خاصه في لا ريجيون تاعنا وين الناس اون توندونس يعني راهم يتحولوا من ذبح الخروف الى ذبح العجل في العيد، دونك العياده يعيدوا بالعجل. دونك وهذا خاصه العجل اللي كيتذبح في لاباطوار مش مشكل، لانه عندنا الاطباء بيطره على مستوى المذابح نهار العيد، دونك يخدموا. ما عندنا على المستوى نتاع البلديات نتاع الولايه عندنا فرق متنقله نتاع البيطره، دونك رايحين يشوفوا الناس اللي يذبحوا برا ويفتشوا لهم هذه الذبيحه. بصح كاين في بعض الاحيان وين كيما نقولوا احنا المناطق اللي شويه يعني بعيده عن المدينه، يعني على البلديه وخارج المحيط العمراني، وين الناس خاصه في الارياف يذبحوا.
دونك يذبحوا ما يوصلش ليهم الطبيب، ويقدروا يطيحوا في كما نقولوا في هذا المرض السل ما يفهمولوش، ويقدر يدير يعني كما نقول يكون خطر على الصحه نتاع هاد الناس اللي يذبحوا. دونك على هذيك ماذا بينا باش يشوفوا لا كولور تاع البومو كيفاه، راهي في حاله يعني لاباس بها، سي اون كولور روز يعني كتشوف هذه ايبونج كتسكي عليها. دونك هذا بالنسبه للبومو. دونك في الاخر تاع دونك بالنسبه للقلب، القلب ما فيش حاجه ابار يعني خاصه عند العجل عندنا لاسيستي سيركوز. دونك لاسيستي سيركوز بوبين هذه نلقاوها لهنايا في هذا لو ميسكل نتاع القلب، وهي ثاني مرض يعني كيما نقولوا اللي راه ما نلقاوش بزاف، ولكن ثاني خطير يتنقل من الحيوان الى الانسان، و سي تون بارازيتوز. دونك يعني قادرات يعني المرض الطفيلي يقدر يدير لو تينيا للانسان، قادر يدير حتى لي دياري يعني اللي قادر السما ياثر على الصحه العامه تاعو. هذا نفس الشيء بالنسبه للفو هذا ثاني الكبد هذا راهو لاباس عليه. دونك يعني هذا شوف هادو في لقاوهم يعني لينو هاد العجول نتاع لونغريسمون يعني نتاع التربيه، يعني راهو في الكوري عنده اكثر من عام هو في الكوري، والفلاح يعلف فيه. دونك الطبيب البيطري راهو مراقبه دونك مليح على هادي، ما لقاوش بزاف يعني الامراض فيهم، ولكن الحيوانات اللي كيتربوا في الغابه ومن بعد مولاهم يجيبهم دونك يدخلهم للكوري ما يطولوش ويعاود يهبطهم للاباطوار، هذوك نلقاو فيهم بعض الامراض كما نقول كما هذا الكيس المائي او الطفيليات الاخرين. بالنسبه نفس الشيء دونك هذا لاباس عليه دونك ما فيه والو. دونك نفس الشيء دونك هذو يعني هاي لاكولي هذو اغلبيتهم ملاح. وكي نرجعوا لعمليه الذبح في العيد خاصه عمليه ذبح الكباش، نوصيو يعني للمواطن باه كي يذبح الكبش نتاعو لافين نتاع الذبيحه نتاعو ما يعطيهش ياكل. هذه نقطة مهمة عاودها لي الطبيب، كي يذبح الكبش كي المواطن كي يشري الكبش باش يذبح العيد. نعم يعني لافي تاع العيد ما يعطيهش ياكل. والو يعطيه يشرب وبس، يشرب باش علاه لانه كيما نقولوا حنا ليستوما تاعو الريما تاعو باش يفرغ حتى غدوة كي يذبحوا ما يلقاهش معمر، وحتى في الغسيل تاعو يجيه سهل ما راحش يلوت الأعضاء الآخرين اللي دايرين به. دونك حتى لو كان يقيسوا بالموس ولا باسكو جينيرالمون في الديار ما سون با دي بروفيسيونيل، دونك المواطنين يذبح بالشيء اللي يعرف. دونك اول ما يوكلوش العشيه يعطيه غير يشرب برك، دو بريفيرونس الصباح كي يجي باش يذبحوا يكون يخليه كيما نقولوا حنا يخليه مرتاح، ماشي الصباح مثلا هو راح الشخص رايح يصلي في الجامع وولاده يحكموا الكبش هذاك كما نقولوا حنا في قدام في الحي ولا قدام الدار ولا يقعدوا طالعين هابطين به طالعين هابطين به، رايحين يخدموا له يخدموه رايحين يتعبوه، وهذه راح تاثر على النوعيه نتاع اللحم من بعد. ومن بعد يقول لك انا الكبش تاعي كي ذبحته وكحل، علاه؟ لانه ولادو تعبوه مشاوه التعب يدخل في حاسي نورمال. هذه على حنا في لاباطوار حنايا كيما دخلتوا شفتوا لي كاج هذوك لي كاج. نعم هادوك اللي كان مخصصين الاستراحه تاع الحيوانات، لازم الحيوانات يسترحوا يعني يرتاحوا من الفواياج. دونك ما ياكلوش، نقدروا نعطيهم يشربوا داكور مي ما ياكلوش، علاه؟ كيعود الحيوان مرتاح دونك الكور تاعو او فرغ كل هادوك لي ديشي اللي كانوا من عمليه سي كوم كيما ان سبورتيف كيجري دونك لازم يرتاح من بعد باش من بعد ديجاجي هذوك لي كورسيتونيك والكربون اللي كان يتخدم في عمليه لا كونفيسيون تاع لينيرجي. دونك هذه هي لانه على هذا نقولوا الحيوان لازم يرتاح قبل ما يتذبح. لو جور جي تاع الذبيحه دونك الانسان كيجي من بعد الجامع
بعد صلاه الجمعه صلاه العيد ويجي باش يذبح، دونك كي يطيح الخروف تاعو يربطو مليح باه ما يتحركش بزاف، دونك يمضي الموس تاعو، الموس تاعو لازم يكون ماضي مليح مليح، وهذه في سنه الرسول يقول لك لازم يكون الاله حاده مليح باش ما نعذبوش الحيوان. دونك كي نحكموا الحيوان نذبحوه نحكموا له الكرجومه تاعو هذيك، علاش نزيدوا هذه برك نضيفوها، لازم يكون للقبله احسن. لازم يكون القبله سي سور يقبلوا سي نورمال يقبلوا ويطلع الكرجومه تاعو دونك ويجبد، يعني يجبد يعني كي من لاجيكول التحتانيه الفوقانيه، يعني يجي من التحت الفوق او من الفوق لتحت، اون فوا يصح يكون الموس مليح يذبحوا، اون فوا يذبحوا يخليه حتى يفرغ من الدم تاعو، يعني عمليه افراغ الحيوان من الدم تاعو مهمه جدا جدا جدا، لانه معظم الجراثيم متواجدين في الدم، دونك يدوروا في الدم، دونك عمليه الذبح راح تخلي الحيوان يخرج الدم تاعو كامل، والدم هذاك هو اللي يكونوا فيه دونك الجراثيم، دونك راح يروحوا، اون فوا يفرغ من الدم تما يبدا عمليه السرخ، دونك عمليه السرخ يبدا عملية كما نقولوا لو غونفلاش، يعني يمزيه مليح، يمزيه مليح، دونك يمزيه كو سوا افيك اون بومب ان كومبريسور. اوكي اللي راهو يمزي في فمه. لا هذه خطا، خطا تاع الفم، خطا 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 خطا. الفم لا يجب ان نمزيه الكبش نتاعنا بالفم، لانه الفم الريح نتاع الانسان، الفم تاع الانسان فيه دونك ليميديتي، وليميديتي ممكن يكونوا جراثيم في الفم تاع الانسان، راح يلوث جراثيم هذيك راح تعدي تحت الجلد نتاع الخروف، وراح يلوث الخروف من بعد ما يذبح ويخلص الخروف نتاعو يشوفوا بدا يحكم الوان مختلفه وعجيبه. دونك ممنوع منعا باتا نمزيو الكبش بالفم. كاين دوك الادوات، كاين لي بومب صغار، كاين لي كومبريسور، كاين يعني نقدروا نمزيو بطرق يعني عده. من بعد ما نمزيو الحيوان مليح تلقى عمليه السلخ. دونك الانسان واش يدير؟ يحكم من 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 من, من, من العنق، عمليه السلخ من العنق على صدره، دونك الحيوان على ظهره في الارض، من العنق على صدره يدير خط من فوق حتى لتحت، يتراسيه كما نقولوا حنا يتراسيه، ومن بعد يبدا يحكم بالموس ينحي الجلده هذيك تاعو، العمليه تاع الجلد بالعقل بالعقل، ينحي الكرعيل، ينحي الدماغ، ومن بعد ما ينحيش الجلد وهو في الارض، دو بريفيرونس يعلقوا، يعلقوا خير من يعلقوا، دو بريفيرونس يعلقوا، اون فوا يعلقوا على الاقل لابارتي اللي كانت تحت مغطيه بالجلد ما تعاودش تتقاس في الارض. دونك يعلقوا ويعاود يهبط الجلد تاعو بالعقل. اون فوا يهبط الجلد تاعو بالعقل حطوا لهيك عمليه الفتح، لازم نفتحوا لهذاك الخروف باش نجبدوا لا 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 كما نقولوا حنا الدواره والكبده والاخر. دونك وين يدير؟ يروح للسترنوم لهنا، السترنوم تاع الكبش، يعني لابارتي ار راح تشوفوا لهنا في العجل.